غرام وحلمة تحولت المهنة. تعرفوا البداية في المشاريع الخاصة فما شكون يتشجع وفما شكون يخاف، ولكن ديما المشروع والبداية يبدأ بفكرة تتعلق بغرام، تتعلق بمعلومة، تتعلق بأي حاجة تمثل حافز لصاحب المشروع. الحلمة هذه ينجم يراوها الناس صعيبة، ولكن صاحبها يدافع عليها ويكمل فيها للأخر ويقول هذا ممكن. كما هيثم، هيثم واحد من شباب تونس موجود في المهدية في مدينة الشابة تحديدا، مغروم بركوب الدراجات وحول الغرام هذية المشروع. كيفاش؟ مشروع خاص يوصل المنتجات التقليدية للمنازل في الشابة وفي كامل ولاية المهدية. هذه حكايته من الغرام للمهنة للمشروع. نبض الشارع. عندي برشا حكايات مع البسكلة. ملي أنا صغير تغرمت هكا بالبسكلة، كي صغير الكل ناخذ بسكلة نطيح، تغرب بسكلة أكبر مني كي نمشي للكولاج والليسي نمشي بالبسكلة، الكولاج والليسي بعد عليه شوي، ما بادرج معناتها نوصل، ورغم بعيد شوية معناتها الليسي والكولاج نوصل على البس، نبدأ نتسابق مع البسكلات، وهذا كمان تغرم معناتها صور معناتها كما تعرف. عسلامة، أنا هيثم أرسلة، عمري 30 سنة، متخرج من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس كأستاذ رياضة اختصاص رياضة الجودو. حتى مقبل ما تخرج كانوا عندي شوية أنشطة بالفوتوغرافي، وصرتو في الصيف هنا الواحد يخدم باش ما نسحقش مصروفي من دارنا ولا حاجة، نخدم في المناسبات والأفراح فوتوغرافي، الأنشطة البحرية كما الصيد، وزاد كل عام نخدم تابع الحماية المدنية في الحراسة الشاطئية كسباح منقذ. عندي اكسبيريونس نتاع 11 عام في خطة سباح منقذ، وخدمت زاد في مهنة سائق، عندي رخصة سياقة فيها جميع الأصناف اللي عندي في تونس كما شاحنة ثقيلة، حافلة، كل شيء. مغروم زاد بالدراجة الهوائية، من الصغر مغروم برشا بالدراجة الهوائية، وأنا بصفتي عضو من أعضاء نادي الترياتلون بالشابة ونادي الدراجين بالشابة، وذاك علاش أنا ديما نختار الدراجة الهوائية كوسيلة نقل بالنسبة لي. حاليا أنا عامل بيتي بروجي، فكرت أني نعمل ليفريزون أ دوميسيل، حبيت نطورها فكرة البسكليت، وأنا توصل لي عامين معناتها في البروجي هذا، نستعمل الدراجة الهوائية كوسيلة نقل ونوزع البرودوية متاعي. وبالنسبة للبرودوية اللي خلاني نختار برودوية الزعف والخفاف والحنة والملوخية، هو أنه جدي الله يرحمه كان تاجر معروف في الشابة بتجارة الزعف والحنة وكل ما هو صناعات تقليدية والمذال، وذاك علاش جاتني الفكرة من وقتها، قلت علاش لا نجيبش دي برودوي كما كان يعمل جدي قبل. حبيت نطورها أني نقوم بالليفريزون معناتها غراتوي، بطبيعة الحال الكليون باش يفرح كي يجي البرودوي للدار، والحمد لله بدأت الفكرة تمشي بشوية بشوية والحمد لله. وبالنسبة للزون اللي نخدم فيها هي مدينة الشابة وأحوايز مدينة الشابة، ونوصل زادة المهدية على الدراجة الهوائية، خاطر نعمل مسافات طويلة بالدراجة الهوائية. جست طوى أنا نخمم باش نكبر في رأس المال، علاقتي بجدي والله كي هو توفى الله يرحمه، توفى بعد 3 شهور من جدي الله يرحمه، زادة نحبها ياسر، كنت نحبهم ياسر، وهما كي توفى وقت أنا عمري 16 عام، 15 عام، خلاو علي بلاصة كبيرة. وجدي الله يرحمه كان يمشي للحامة والقبس، كان عنده أصحابه، ومدة 3 سنين التالي وقع اتصال ما بيني وما بين أصحابه نحبهم ياسر، قعدت تمشي بحذاهم وجاتني الفكرة، قلت علاش لا توانا، علاش لا ما نحييش العمل اللي كان يقوم به جدي. نبض الشارع.